السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت مديرية الطوارئ في محافظة سليمانية اليوم الأحد وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة. وقال مدير الطوارئ في سليمانية سامان نادر في تصريح لوسائل إعلام محلية إن متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهم الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي في السليمانية. وأضاف أن المتقاعدين أحدهما يدعى آزاد إسماعيل يبلغ من العمر 76 عاما والآخر يدعى عزيز إبراهيم يبلغ من العمر 70 عاما. من جانبها انتقدت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروى عبد الواحد تأخر تسليم رواتب المتقاعدين واصطفافهم في طوابير طويلة في ظل الأجواء الباردة. وقالت عبد الواحد في تغريدة لها على صفحتها في تويتر إنه إذا كان لدى رئيس الأقليم ونائبه أدنى قيم الإنسانية والشعور بها فعليهم الاستقالة، مبينة إن السلطة فاشلة وفاسدة على حد تعبيرها كونها غير قادرة على دفع مستحقات موظفيها الذين خدموها عشرات السنين.